البداية طبعا أنا بحب أشكر دكتور حنان نصر على المجهود الكبير جدا اللي بذلته معانا عشان نوصل للمرحلة دي ونبقى on stage واثقين من نفسنا وعارفين نعمل كل حاجة. خطوات كانت كتير قوي وبصراحة كان مجهود كبير جدا، ويعني أقدر وإحنا مكناش بننام، يعني لأنه كنا حابين إن إحنا نشرف مصر بشكل كبير جدا، والحمد لله يمكن ده حصل والمسابقة طلعت بشكل كويس جدا. كنا بنتدرب تدريبات كات ووك على طريقة المشي على الستيج، ازاي تمشي، ازاي تلبس الدريس بطريقة معينة، بتسمايل ازاي، البوز بتاعك. كنا بنتدرب كمان على طريقة الكلام، ازاي تتكلم، ازاي تكون لابق، لو حد سألك سؤال صعب ازاي ممكن ترد على السؤال ده. فكان في كوتشز وكان في تدريبات كتير قوي يعني، والحقيقة ان كل شخص شارك في المسابقة هو اكيد استفاد من التدريبات الكبيرة دي. مساء النور، اسمي شروق جمال. مشروعي عن دورات توعية عن إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا، وهنبتدي نتكلم عن إيجابيات السوشيال ميديا واللي كلنا بنلاحظها حاليا، إن أي خبر إحنا عايزين نعرفه وقتها، وكمان بيكون في حرية التعبير عن الرأي. ولكن سلبيات السوشيال ميديا سوء السلوك، وعشان كده دوري هيكون عمل دورات تدريبية لتحسين سلوك الجمهور عشان يكون عندنا جمهور أكثر وعي وسلوكه يكون أفضل. وشكرا. لا، احساس طبعا تحفه، يعني مهما اتكلمت مش هقدر اوصفه، لانه انت فعلا بيبقى عندك هدف وبتبذل مجهود وفي الاخر بتلاقي ان المجهود ده كان ليه نتيجه، فاكيد ده احساس رائع جدا. واكيد طبعا كل البنات اللي كانوا في المسابقه اكيد هم اشخاص مميزين جدا، وحتى اللي ما حصلوش على اللقب فاحنا اي ثينك مش افضل منهم في حاجه، كلنا واحد بس ممكن يكون عدد الالقاب بس. البرنامج بتاعي هو خاص طبعا بالتايتل، وان انت تقدر تكون شخص مؤثر في المجتمع بشكل كبير جدا وتنشر السلام باكبر شكل، لان المسابقه كمان اسمها ميس عرب وورلد، يعني مش بس مصر، نقدر نقول ان هي على مستوى الدول العربيه كلها. يعني انك دايما تخلي الناس تبقى متسامحه، ان احنا دايما نحب بعض، ان احنا نساعد بعض، ان احنا طول الوقت نبقى كويسين وطول الوقت نبقى ايجابيين، لان لو احنا كلنا عشنا في سلام اكيد هنعيش مستريحين والعالم كله هيبقى كويس جدا بدون حروب. ملكة جمال العرب مصر للسلام 2025 شروق جمال. الرياضة مهمة جدا في حياتي، مش لازم رياضة معينة. أنا وأنا صغيرة لعبت رياضات كتير، بس أهم حاجة بالنسبة لي أن الشخص لازم يتحرك، لازم يقوم بدري، لازم يلعب رياضة، يتمشى، ممكن تروح الجيم، ممكن تجرب رياضة جديدة، ده اللايف ستايل الخاص بي عامة. فأنا بحب الرياضة في كل حالاتها. يعني بصراحة هم كانوا متحمسين جدا، وأنا بوجه لهم تحية، لأن من وأنا صغيرة هم دايما كانوا بيخلوني عندي ثقة في نفسي. ويعني انا كان في مثل بحبه قوي دايما، سيلف كونفيدنس ميكس يو مور اتراكتيف، او الثقه بالنفس بتخليك اكثر جاذبيه. فيمكن من وانا صغيره هم حسسوني ان انا ممكن اكون شخص سبيشال، شخص عندي المفروض يبقى عندي ثقه في نفسي. والثقه بالنفس بعيده تماما عن الغرور، هو في شعرايه صغيره انا لازم اكون واثقه من نفسي، بس في نفس الوقت ان انا اكون شخص متواضع، ان انا اكون شخص كويس، ان انا اكون شخص ايجابي مع الناس. فبصراحة يعني أنا بشكرهم جدا، لأن هم تعبوا قوي عشان يخلوني شخص مؤهل إن يفوز بهذا اللقب. يعني الحقيقة أن أنا دايما هدفي في الحياة أن أنا أكون شخص مؤثر إيجابيا في المجتمع، ويمكن ده سبب حصولي على اللقب.
وبناء عليه انا كنت حابه طبعا اقدم في مسابقه ملكات الجمال، لانها بتاهلك انك شخص يكون ليك صوت اكتر، فده بيساعدك انك تحقق هدفك وانك يكون ليك صوت قوي، انك تاثر ايجابيا في المجتمع. هو انا اوريدي مجالي مش مختلف قوي عن مجال ملكات الجمال، هو مجال الميديا اوريدي من قبل دخولي المسابقه، وانا يعني ده طبيعه شغلي، فاكيد الجانب اللي هركز عليه في المسابقه هو هدفي اني اكون شخص مؤثر ايجابيا في المجتمع. ممكن ده يكون من خلال عمل فني، ممكن يكون من خلال برنامج انت بتقدمه، فيحصل دمج بين طبيعه شغلانتي وطبيعه دراستي وبين اللقب اللي انا حصلت عليه. فاعتقد ده بالنسبه لي افضل دمج ممكن يحصل، وممكن عن طريق دورات اكيد، لانه ده مشروعي، دورات توعيه للجمهور عامه بشكل عام، انه يكون شخص الاشخاص دايما تكون ايجابيه. شروق، لو بصت في اللقب ان شاء الله تهديه لمين؟ طبعا بشكر حضرتك جدا على السؤال المميز. لو بصت باللقب اكيد هدي كل شخص ساعدني ان انا اكون في المكان ده واحصل على اللقب، لان بدون مساعدة اي شخص اكيد ما كنتش هعرف ان شاء الله تهديه. شكرا. يعني انا قدمت برامج كتير، قدمت برامج رياضه وبرامج اجتماعي، وده يعني التخصص اللي انا بفضله، وكنت في 2017 مذيعه داخليه في البطوله العربيه، وبعد كده شاركت في بطوله كاس الامم الافريقيه 2019 كستيديم اناونسر او مذيعه داخليه، وبعدها بطوله كاس الامم الافريقيه للشباب 2023، واخيرا بطوله البحر المتوسط. غيرنا الرياضه بقى، ويعني كانت البطوله عن العاب القوى. الميك اب ريهام، الشعر عبدو، والحقيقه ان هم كلهم ناس شاطره، يعني طلعونا احنا بشكلنا يعني. شكرا جدا، ميرسي جدا، وانتم منورتونا، وبشكر صدى البلد. شكرا.